دايما كل سنه تريزيجيه راجع الاهلي وليك لقاء مهم جدا كان مع الكابتن الخطيب، قول لي كواليس اللقاء ده الاول. اللقاء طبعا انا كان لي الشرف ان انا كنت قابلت كابتن الخطيب ان هو استقبلني بالصدفه ولا لا 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 احكي لي. هو شافني في النادي وكلمني وقال لهم خلوه يجي يعني عندي. يعني انت كنت في زياره للنادي؟ انا كنت في زياره للنادي اوكي. وسلم على انا قصدي اللعيبه مش مترتب يعني مش لا 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 كويس. فطبعا كان بيطمن عليا وقال لي احنا في ظهرك واحنا معاك ولو احتجت اي حاجه احنا موجودين اصل النادي الاهلي بيتي يعني النادي الاهلي انا بقول لحضرتك انا ما لعبتش غير في النادي الاهلي انا ما لعبتش في مصر غير في النادي الاهلي وبره بلعب بره طالع من النادي الاهلي حصل ايه في اللقاء بينك وبين الكابتن الخطيب؟ كان اطمئنان بس اطمئنان عليا ولو احتجت اي حاجه النادي في ظهرك ولو عوزت اي حاجه ما قالكش لو عايز ترجع لو فكرت ترجع نتمنى تبقى موجود في النادي الاهلي تاني ده بيتك؟ لا ما حصلتش دي الصراحه ما حصلش لا لا ما حصلش لان كمان انا كنت لسه مصاب وكنت لسه يا دوبك ابتديت امشي من غير عكاز اوكي يعني كانت لسه ما لسه قدامك مش باين حاجه وبعد شهور عشان ترجع اللي كان لسه يعني. لا 9 شهور خدت 9 شهور فيه ما انا عارف يعني كانت اصابه كبيره طيب دايما جماهير النادي الاهلي اللي انت بتقوله ده واصل لها خلي بالك وبيوصل لها اكتر يمكن في ناس ما شافتكش انت حواراتك قليله جدا عشان كده بنشكرك انك اختصتنا بهذا الحوار يعني الزياره دي كانت اللي هي ساعه اللي انا ده اللي انا بحكي لك اللي صح بتحكي لي صح عنها يعني صح ما راحش من بعدها لا من بعدها بقى خلاص بقى في بعد ما فيش وقت ما فيش وقت كلها معسكرات وكلها زيارات وكلها مفيش وقت. مباريات لكن ده كان لقائك مع كابتن محمود الخطيب في مكتب على فكره كابتن الخطيب او كابتن صالح او كابتن حسن او المهندس محمود طاهر اي رئيس نادي الاهلي ما عندوش مكتب يا جماعه دي اوضه مجلس الاداره فهم بيلتقوا اما في اوضه مجلس الاداره اما في اوضه مدير النادي طيب ليه دايما في ربط ما بين كل سيزون والتاني انه تريزيجيه راجع النادي الاهلي اكيد انت حاسس اكتر مني صح صح ايه اللي بيحصل يعني بيكلموك اخر مره كلموك ترجع امتى انت عندك نيه مثلا تقطع مشوارك احترافي تكمل في النادي الاهلي ولا انت عندك هدف واضح محدد في حياتك ان انا راجل محترف انا سفير لمصر وانا سفير للنادي الاهلي وبكمل المشوار ده والله يا كابتن الجزء الاولاني على تواصل معايا انا في ناس قريبين مني جدا موجودين دلوقتي في النادي مسؤولين كبار قريبين مني انا كويس. لو في حاجه هيكلموني على طول بس هو فعلا دلوقتي ما فيش حاجه وغير كده انا في النادي بتاعي انا الحمد لله انا في فريق كبير ومبسوط الحمد لله هناك وانا عندي عقد هناك لسه 3 سنين يعني انا مش فري يعني الناس لازم تفهم ان انا مش حر ايوه صحيح يعني مثلا تعالى الاهلي بكره او انا واخد لا مش الموضوع مش كده نعم فما فيش حاجه وبعدين النادي الاهلي مش محتاج ان انا وقت ما عاوز ارجع انا اكلم النادي اقول له انا خلاص انت هتكلم انا عملت خلاص عملت في اوروبا كل حاجه وانا راجع النادي اعمل تاريخ تاني نعم مش جاي ابطل والله لازم الناس تفهم ان انا مش انا لا مش هرجع هترجع تبطل انا مش هرجع النادي غير وانا هفيد النادي حتى وانت سنك قد كده مش هرجع غير وانا هفيد النادي مش هبقى في المكان ان انا موجود ان انا جاي اتكرم لا انا هاجي اعمل تاريخ غير اللي انا عملته غير البطولات انا خدتها قبل كده ان شاء الله اعمل اكتر منها بس انا دلوقتي مكمل مع فريق يعني عندك 3 سنين عقد مع ترابزون سبور لكنه في دماغك انك تنهي حياتك في النادي الاهلي طبعا كابتن مش هلعب غير في النادي الاهلي بس وانا حاسس ان انا هساعد النادي الاهلي انا مش هروح ان انا اتكرم انا لا انا مش هتكرم انا هاجي عشان اعمل تاريخ تاني مش اللي هو اللعيب جاي يبطل سنه وخلاص 38 سنه يلعب له سنه ويبطل لا 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 لا, لا. تكمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي بالظبط لازم اعمل حاجه تاني الناس انا واخد بطولات كتير بس ان شاء الله اخد اكتر منها تاني ان شاء الله انت بتقول لك اصدقاء كتير من المسؤولين في النادي الاهلي ما حدش تفاوض معك او ما حدش كلمك او ما حدش لمح لك هل لانهم عارفين ان انت مرتبط بعقد مع النادي لمده 3 سنين وبالتالي يبقى صعب ولا عارفين ان انت عايز تكمل مشوارك الاحترافي هو الاثنين يا كابتن نعم انا من ناحيه ان انا لسه 3 سنين في ليا في النادي ومن ناحيه ثانيه انا عايز اكمل احترافي لان المشوار لسه ما خلصش نفترض الحكايه بتاعتي لسه ما خلصتش نفترض مثلا يعني انه جت السنه الجايه والدنيا ما ظبطتش مثلا في تركيا وكلموك في النادي الاهلي هتبقى اولوياتك العوده للنادي الاهلي ولا تكمل مشوارك الاحترافي على فكره جاوب الاجابه الصح لانه ده ما حدش هيزعل منك خالص جماهير الاهلي اصلا بتحبك ويحبوا يشوفوك محترف دائما او ما بيحبوا يشوفوك جدا في النادي الاهلي بس جاوبني الاجابه الصح انا هحاول لاخر نفس في اوروبا أيه. ان انا اجيب طموحي اللي انا ابص لنفسي في المرايه بعد عمري ان شاء الله اقول انا جبت اخرها في كل حاجه نعم. حاولت كل المحاولات
بعد كده برجع ان شاء الله اعمل تاريخ تاني زي ما قلت لحضرتك. يعني بالتصريح اللي انا اقدر اخده انه حضرتك ليك 3 سنوات لسه عقدك مع ترابزونسبور، الناس هناك بيقدروك جدا، النادي شعبي جدا، جماهيري جدا، عندك نجاحات، وان انت مكمل مع النادي هناك، وانه النادي الاهلي في قلبك وفي روحك وكل حاجه جميله، لكنه ما فيش تفاوض رسمي مع النادي الاهلي، وانت اصلا هتكمل مشوارك الاحترافي. طبعا، وبعدين النادي الاهلي محترف، النادي الاهلي ما بيتفاوضش مع حد لعقد في النادي. انا كده كده عندي عقد في نادي وما ينفعش يتفاوضوا معايا، فاهم قصدي؟ صحيح. فالنادي الاهلي محترف، عارف لما يجي يتفاوض يتفاوض مع النادي، بس ما فيش حاجه حصلت.